أجدد الترحاب بالمشاهدين الكرام وبين شوطين المباراة، بين شوطي المباراة الحكم توفيق قرار يطرد مدرب فريق الفتح الرياضي الرباطي وليد الركراكي بعد مجموعة من الانتقادات لادعة كانت في حق توفيق قرار من طرف وليد الركراكي الذي احتج بقوة على ضربة جزاء التي أعلنها حكم اللقاء لصالح فريق سريع واتزم، وبدعوى أنه الحكم قرار رفض ضربة الجزاء لفريق اتحاد الفتح الرياضي. قلت على أنه كل أسبوع انتقادات لادعة من طرف اللاعبين وكذلك المسيرين ومدربي الفرق الوطنية لأصحاب البدلة السوداء، جدل كبير حول التحكيم المغربي، جدل كبير حول التحكيم المغربي. لا أدري هل ضربة جزاء كانت واضحة لفريق سريع واتزم أم أن حكم النزال حرم فريق اتحاد الفتح من ضربة جزاء. على أي سنعاين المشهد الثاني خلال هذا اللقاء؟ دخول جمال أيت بن إدر الذي لاعب فريق الوداد البيضاوي خلال الجولة الثانية ليدعم ويضخ دماء جديدا في صفوف فريق اتحاد الفتح الرياضي الرباطي. هذا التغيير، ما كاينش تغييرات في صفوف الفريقين. غياب الان في الشوط الثاني ديال وليد الركراكي، غياب عن دكة الاحتياط بعدما طرد بين شوطي المباراة من طرف الحكم توفيق قرار. دوما هناك انتقادات لأصحاب البدلة السوداء، لأصحاب الصافرة. الموسم المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم الجامعة ستقوم بالاعتماد على تقنية الفيديو، ولو أن هذا جدلا بين مجموعة من المتداخلين والعارفين بالأمر حول تقنية الفار. يقولون على أنه كرة القدم يجب أن تبقى كلاسيكية. الحكم بشر، ليست له العصمة، يخطئ ويصيب، واجتهادات الخطف فرام، لأنهم يعلنون عن ضربة جزاء، يعلنون عن خطأ، عن هدف من عدمه فرام سوغوند. يجب على الحكم أن يتخذ القرار بسرعة فائقة. وبالتالي هناك من رأى على أنه الفار يساعد في التخفيف من آلام بعض الأندية، من آلام المنتخبات. إنفانتينو في مدينة مراكش إبان المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة النخيل، وفي سؤال للزميل عبد الحق الشراط حول إمكانية الفار وكذلك سؤال حول حقوق البت، أجاب على أنه مسألة الفار نجحت في مونديال الدب الروسي بشكل كبير، وإن كانت الأخطاء من دي قبل ب 80% فإنها وصلت في مونديال روسيا إلى 5-4%. وإن كان المنتخب، ولا أريد أن أعود إلى هذا الموضوع، إن كان المنتخب أكبر المتضررين في مونديال روسيا، على أين لا ننظر إلى الماضي ونستقبل المستقبل أو نرى المستقبل بإشراق. والجمهور المغربي يتطلع شهر يونيو المقبل بإذن الله وأعينه على أرض الكنانة والحدث الكروي الأبرز، نهائيات كأس أمم إفريقيا بمعية الثعلب المدرب الفرنسي إيرفي غوناغ. المنتخب الوطني أسود الأطلس مرشحون فوق العادة للظفر باللقب القاري. 55 دولة تعتمد الآن على تقنية الفار، والمغرب السنة المقبلة سيدخل
هذه التجربة الكبيرة نتمناها أن تكون في صالح الأندية، في صالح الحكام، في صالح الجماهير التي تعاني في أحيان كثيرة من تظلمات الحكم. وإن كان الحكم، أنا أقر الله يحسن العوان، الحكم بشر ليست له العصمة، ولكن أصبح الجدل كبير في الأوساط الكروية الوطنية خلال هذا الموسم وخلال المواسم المنصرمة، جدل حول التحكيم المغربي وكرة لصالح فريق الفتح. سكومة، ماذا سيفعل فريق الفتح خلال المشهد الثاني؟ هذا اللاعب البديل أيتي الدر، تمريرة من المهدي الباسل بسهولة، تدخل الدفاع عبد القادر قادي، ديارة يعود لمؤازرة لاعبيه أو زملائه بالفريق بدون عنوان، محمد عقيد، اللاعب محمد سعيدي لاعب هادئ عنده إمكانيات، سفيان سعدان باقي شاب ينتظر مستقبل زاهر، العروي يسقط، مباراة فيها بريسينغ، فيها ضغط على اللاعب من طرف لا من لاعبي فريق الفتح ولا من طرف لاعبي فريق السريع والضم، وقلت على أنه مباراة سد لا تقبل القسمة على اثنين. وصورة وصورة جميلة لجماهير سريع واتسم. كوليباري، كرة تعود للاعب أو الحارس محمد عقيد، ننتظر الجديد خلال هذا المشهد الثاني وأن يرتفع نسق المباراة. وإن كانت كان الشوط الأول تكتيكيا محضا، هدف غير كافي لفريق سريع واتزم، غير مطمئن بالنسبة لهذه الجماهير التي جاءت لمناصرة الفريق. كرة فتحية، مهدي الباسل، عميد الفريق أيوب سكومة، سعدان، أنس باش، أنس باش تمرر ولكن بدون عنوان، تمريرات خاطئة. و هناك متعة في المدرجات، أنصار فريق سريع واتزم يتغنون ويساندون فريقهم دعم متواصل من الأنصار لفريقه، شيء جميل. المهدي بن عبيد، هذا واحد من لاعبين الشباب، ابن مدرسة فريق الفتح وابن يعقوب المنصور، ازداد هذا اللاعب يوم 24/1/98 بمدينة الرباط، حارس شاب لفريق الفتح الرياضي بداية المشوار سنة 2009 مع الفريق الرباطي. وهذه محاولة لفريق الفتح، تتاقل في الأداء، تمرر المهدي، ماذا سيفعل المهدي فاز تمرار، وتدخل في الوقت المناسب بالحارس محمد عقيد. قلت المهدي بن عبيد بدأ مشواره الكروي سنة 2009 مع فريق الفتح الرياضي، وتختار من طرف الإدارة، طرف مجموعة من مجموعة ديال اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في دوري الأحياء. شوف شاهد احتجاجات قوية من طرف، شكرا لزميلي المخرج سعيد المحمدي على هذه اللقطات،
بين شوطين المباراة كانت انتقادات قوية من طرف وليد الركراكي لحكم هذا النزال، ومن ثم تم طرد وليد الركراكي. قلت على أنه فرق الأحياء شكلت منذ زمن كانت نواة لاختيار وانتقاء مجموعة من اللاعبين في الأندية الوطنية، وهذا اللاعب هذا بن المهدي بن عبيد تم اختياره أو من طرف الإدارة التقنية بعد دوري رمضان. كان هناك دوري رمضان وهذا اللاعب كان يلعب في فرق الأحياء، وأعجب به أو أعجبت به الإدارة التقنية لفريق الفتح. لا أعين ترصد المواهب بالأحياء الشعبية لمدينة الرباط. انتقل فريق الفتح موسم 2016 كان معارا لفريق اتحاد الزموري الخميسات ليلعب بعض المباريات للاستئناس بأجواء كرة القدم ومحيط أجواء كرة القدم وأخذ مزيد من التجربة، ثم عاد لفريقه وتمت المنادات عليه من طرف الناخب الوطني مارك ووت للانضمام لأسود الأطلس. أقل هذه محاولة، هدوء، تدخل مدافع فريق الفتح، أخطاء على مستوى دفاع فريق الفتح الرياضي، إبعاد الكرة مرة أخرى ويتم حكم يعلن عن ضربة خطأ. الحكم يعلن عن ضربة خطأ، أخطاء كبيرة لمدافعي فريق الفتح الرياضي الرباطي بمعترك العمليات. قلت على أنه الناخب الوطني مارك ووت استدعى الحارس المهدي بن عبيد الحارس الشاب للمنتخب الوطني أقل من 20 سنة، لقب واحد بمعية المنتخب الوطني للحارس المهدي بن عبيد. كان سنة 2017 عندما توج رفقة المنتخب الوطني بالألعاب الفرنكوفونية التي أقيمت بالكوت ديفوار، وكان انتصر في المباراة النهائية على منتخب الفيلة بعد اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية، وتعلق من خلالها الحارس المهدي بن عبيد الحارس الشاب لفريق الفتح الرياضي الرباطي. تماس لفريق الفتح حمزة سمومي. هناك تغيير في صفوف فريق سريع واتزم، خروج الخلدوني ودخول لاعب حارس، تغيير آخر بن عبيشة يحضر المباراة لكن ليس في دكة الاحتياط. الأسبوع المقبل بحول الله سينزل أو سيحط الرحال بمدينة برشيد فريق سريع والزم لمنازلة فريق يوسفية برشيد، وسيكون حسن بن عبيشة حاضرا خلال هذا النزال. عبد الله ديارة، لكن تمريرة خاطئة، إبعاد الكرة طرف اللاعب مروان اللوداني، نزل المستوى الفريق سريع والزم راضي إلى حدود الساعة بهذا الفوز ولو أنه صغير، غير مطمئن لهذه الجماهير. قلت فريق الفتح عنده لقب واحد، كان سلت لقب البطولة سنة 2016، وكان قبل كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب آخر لولا أنه انهزم بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله أمام فريق المغرب التطواني الذي كان آنذاك قد توج بلقب البطولة الوطنية. لكن تراخى فريق الفتح، سرح مجموعة من اللاعبين وبدأ يعتمد على الأكاديمية، أكاديمية الفتح التي تعرف قلت شهرة بمدينة الرباط، المدينة باسل، ولكن تدخل إن صح التعبير العملاق كوليبالي. كرة في اتجاه اللاعب عبد الله ديارة، ديارة ديارة ديارة، غادي يراوغ تيراوغ تتوغل تمرر وتدخل
عبد القادر وتدخل المدافع حمزة السمومي. الآن ديارة بدأ يتحرك قبيل نهاية المشهد الأول، والآن مع مطلع الشوط الثاني بدأ يتحرك ويساعد زملائه لأنه هو قلب هجوم صريح يعود لاسترجاع الكرات. الكرات ثابتة لطالما حملت ضربة رأسية لكن بدون عنوان، بدون عنوان. قلت على أنه فريق الفتح فاز بلقب واحد 2016، وفي موسم 51-52 كان هناك شابا لازال صغيرا آنذاك قدم من مدينة البوغاز، مدينة طنجة العالية، إلى مدينة الرباط، إلى عاصمة المملكة المغربية، بغية الدراسة هنا أو هناك بمدينة الرباط، وبالضبط بثانوية مولاي يوسف. إنه اللاعب الكبير الجوهر آنذاك حسن أقصبي، الذي تألق بمعية نادي اتحاد الفتح الرياضي الرباطي، وكان قد توج كأفضل هداف للبطولة آنذاك ب 21 هدف، وكان مدرب للفريق أحمد شهود. وهناك ملعب بمدينة الرباط أطلق على اسم هذا المدرب الكبير أحمد شهود، هو ملعب ستاد المغربي. وما أدراك ما ستاد المغربي، الفريق الآخر بمدينة الرباط، الفريق العريق، الفريق الكبير، الفريق الذي أمتع، الفريق الذي صراحة يتواجد الآن بقسم الهواة، وكل العارفين بكرة القدم يمنون النفس بأن يعود هذا الفريق إلى أيام النشوة، أيام الصفوة، وأن يعاود الأمجاد من جديد. كان فريقا كبيرا، وأحمد الشهود التصق اسمه كمدرب بفريق الفتح وكذلك بملعب نادي ستاد الرباط، النادي العريق الكبير. هو غني عن كل تعريف. بعد ذلك خلفه اسم كبير، الفرنسي كليزو، الذي التصق كليزو اسمه بفريق الجيش الملكي الزعيم. أقصبي بعد ذلك سينتقل إلى لا ليغ 1، إلى الدوري الفرنسي كمحترف بفريق نيم ثم ريمس. هداف الفريق كانوا لاعبين كبار كعبد الكبير مزور سجل 17 هدف، عبد الفتاح الفيلالي الملقب بطانطو سجل 16 هدف، لكن الفترة الذهبية كانت موسم 67 أو 66 67، كان أول لقب لمسابقة كأس العرش الغالية على كل فريق مغربي. وكان آنذاك بالضبط يوم 17 مايو 1967، في النصف النهائي في مباراة كبيرة وحارقة أمام فريق الراسينغ البيضاوي، الذي هذا الفريق التصق اسمه باسم اللاعب رزق الله، الملقب ب او المعروف في الاوساط الكرويه المغربيه بماندوزا. والنهايه كانت لفريق الفتح الرباطي امام فريق نهضه سطات، هذا فريق من عيار اخر. هذه المواسم كانوا فرق كبيره، يمكن الان الفرق انها تم نسيانها لانها هي تلعب في قسم الهوات، ولكن التاريخ لا ينسى هذه الفرق. كان فريق نهضة سطات فريقا كبيرا، فريقا عملاقا آنذاك، وكان عنده لاعبين وزنين كالسليماني، العلوي، العيادي، المعطي واخرين. وكان فريق الفتح انتصر في المباراة النهائية على فريق نهضة سطات بهدفين، لهدف كان أول لقب لكأس العرش، واللي سجل فريق الفتح اللاعب طانطو عبد الفتاح الفيلالي، كان اللقب ديالو طانطو معروف في الأوساط الكروية، واللاعب العروسي فيما سجل لفريق نهضة سطات بالفول. لعب لفريق اتحاد الفتح قلت لاعبين وزنين كحسن أقصبي، عروبة، المرحوم بليندا، ميلوت صغير، المرحوم محمد جبران، خالد الأبيض، محمد قصو. هذه معاولة فريق الفتح الرياضي وزاوية.
محمد قصو هذا دربة فيما بعد بعدما لعب للفتح وكان لاعبا كبيرا، كان كمدرب ودرب زميل حسن الحريري صاحب الرجل الساحرة زميلي حسن الحريري، ولا زال كذلك بفريق القرض الفلاحي وحاول الفريق الفتح سديدو، ولكن ما تتحملش القوة، وهذا هجوم خاطف لفريق سريع واتزم هشام العروي، كرة خرجت تمس. قلت محمد قصو درب زميل حسن الحريري الذي كان يلعب بفريق القرض الفلاحي، وكانت أسماء كبيرة مرت كسعيد شيبا، الحسين عموتة الذي كان لاعبا مميزا لفريق الفتح، والاسم الكبير الذي يدرب الآن فريق الدفاع الحسني الجديد بدو الزاكي. كان 2010 أول لقب لكأس الكونفدرالية الإفريقية لفريق الفتح الرياضي كأس الكاف، كانت أسماء مرت إبان هذه الحقبة كعصام بدا، بن شريفة، عبد الفتاح بوخريس، منشاري، أسامة الغريب، أيوب الخالقي لاعب فريق اتحاد طنجة حاليا، يوسف، رشيد روكي، مراد الزيتوني، واللائحة تطول وتطول. كرة فتحية لم نعاين شيء، حاول الفريق الفتح الرياضي زاوية، عبد القادر قادي كان تدخل ديالو متسرع، زل نسق المباراة، ولكن المباراة ترتفع بالأهداف وأيقونة المباراة، المباريات هي الأهداف، وننتظر الأهداف بمعية هذه الأنصار التي جاءت لمعاينة هذا اللقاء. هشام العروي، الكرة باغتت أيوب سكومة، تسديدة بين يدي الحارس محمد عقيد. سفيان سعدان جناح أيمن عنده إمكانات، أعيدها وأكررها، خصو يختار مع المباريات، سيأتي الوقت بحول الله، مع الاجتهاد مع العمل الجاد يمكن لأي لاعب أن يصل إلى مبتغاه. سليف كوليبالي مسجل الهدف الوحيد لفريق سريع واتزم، حبور، مراد يعيد الكرة إلى الحارس الذي يبعد الخطر، كرة سريع واتزم، بناء هجومي، تمريرة تجاه هشام العروي، هناك المدير باسل، عماد الرحولي تمر كرة جميلة، ولكن هناك تسلل، هناك تسلل واضح منذ انطلاق الكرة، أوفسايد، لكن كانت عملية جميلة، كانت تمريرة اتجاه عبد الله ضيارة اللي مرر بدوره. لاعب رشيد أبو الزهر، هشام العروي، كوليبالي، رشيد أبو الزهر، تمريرة خاطئة بدون عنوان، التمريرات الخاطئة كانت كثيرة خلال هذا النزال، مباراة تكتيكية، ضغط على اللاعبين أكيد، الكل يبحث عن ثلاث نقاط، وقلت على أنه المباريات مثل هذه اللقاءات تربح ولا تلعب. ترتيب الفريقين لا يسر حبيبا ولا عدوا، المهم الانفلات
الهروب من براتين الصفوف الأخيرة. ضربة خطأ لصالح اللاعب سفيان سعدان. لا حديث في المقاهي هنا في مدينة واتزم، هذه المدينة الجميلة الملقبة بباريس الصغيرة، إلا عن الكلاسيكو الإسباني، لا ليغا الإسبانية. وإن كانت مدينة واتزم تعشق فريق ريال مدريد، وقلت في إحدى التعليقات على واحد من مباريات فريق سريع واتزم هنا على أنه ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ السيد غورير على أين؟ تغيير آخر في صفوف فريق سريع واتزم، غادي يخرج اللاعب عماد الرحولي ويدخل لاعب الحمداني رقم 26 وسط الميدان. الآن يقفل وسط الميدان في أول لمسة له اللاعب الحمداني. ثلاثة جميلة، كوليبالي، محمد عقيد، عبد الله ديارة، حمداني أمام أربعة مدافعين من فريق الفتح الرباطي، ما كاينش مساندة. بلي يعود لمساندة الفريق، كوليبالي يصعد، هشام العروي، وتماس لفريق الفتح الرياضي. الحكم يقول تماس رغم احتجاجات اللاعب صليف كوليبالي. مروان اللوداني يبعد بدون عنوان، كرة تعود لفريق سريع واتزم. هشام العروي تجاه اللاعب كوليبالي، ولكن ذهبت إلى مدافع فريق الفتح الرباطي حمزة السمومي الذي سيلعب التماس المباراة نزل المستوى ديالها. كنا ننتظر شوط ثاني مشوق مثير خصوصا من طرف فريق الفتح الرياضي الرباطي. هو مطمئن الآن، نتيجة مطمئنة لفريق سريع واتزم، هدف لصفر تعني ثلاث نقاط، لكن المباراة كما قلت تلعب في 90 دقيقة. خطأ لفريق الفتح. سفيان سعدان، سفيان سعدان وتماس، كرة خرجت. قلت على أنه مدينة جميلة، مدينة واتزم تسمى بباريس الصغيرة، وهذا الفريق سمي رابيد لأنه كان فريق نمساوي معروف في الساحة الكروية الأوروبية والعالمية اسمه رابيد فيان، وجا لعب مباراة هنا بمدينة وادي زم. المباراة كان فيها آنذاك ثلاث فرق والتأموا وسمي الفريق بفريق سريع واتزم نسبة لفريق رابيد فيان. والمعلوم على أنه اللاعب أشرف حكيمي التي يلعب الآن في دورتموند عندما كان يلعب في ريال مدريد، وهو ابن هذه المنطقة، تبعد بحوالي 8 أو 10 كيلومترات على مدينة
واتزم ازداد هذا الطفل ورحل إلى إسبانيا، والأب ديالو اليوم راه متواجد في المدرجات يشجع فريق سريع واتزم، وبالتالي عشق أبناء المدينة هاد الابن طبيعة الحال تلعب في ريال مدريد، فبات الكل يعشق ويتنفس عشق النادي الملكي. قلائل هم من يحبون فريق برشلونة على غرار باقي المدن المغربية، الكل متيم نعم بعشق فريق ريال مدريد. لكن ريال مدريد انهزم في كلاسيكو كوبا ديل راي أمام الغريم ديالو التقليدي نادي برشلونة. كيف ستؤول مواجهة اليوم؟ سننتظر مساء اليوم وهذا الكلاسيكو المشوق بين العملاقين الكبيرين ريال مدريد وإف سي برشلونة. نعود لمباراة سريع واتزم واتحاد الفتح. فريق الفتح يبحث الآن بناء من الخلف، مروان اللوداني، المهدي البسل، تمريرة في العمق وتدخل دفاع فريق سريع واتسم، أخذ ورد. تنتظره مباريات كبيرة فريق سريع واتسم. هشام العروي، هشام غادي يسدد، حكم يعلن عن ضربة خطأ، قلت على أنه فريق سريع واتزم. ستتبقى له 10 مباريات وكلها مباريات سد. الأسبوع المقبل سيلعب أمام فريق يوسفية بن رشيد الذي في بداية الموسم حقق نتائج جيدة، قهر الكبار وكان ظاهرة بامتياز، ظاهرة الموسم الكروي، فيما مركز أو رتبة فريق الفتح تطرح أكثر من علامة استفهام. على أيه سنعاين باقي مباريات الدوري المغربي، دوري اتصالات المغرب لكرة القدم. وشوية كوليبالي، كرة تعود إلى الوراء، محمد عقيد، مراجي حبور، حمداني البديل، أي مدد الكرة، هشام العروي ممتازة، ما كاينش تسلل، هذه كرة كانت كرة الهدف أكيد، مثل هاد أو هكذا فرص لا تضيع، ضيعت مثل هذه الفرص أكيد كانت أبرز اللقطات، أبرز الفرص. هناك تتاقل لدى اللاعبين، كانت تمريرة جميلة من هشام العروي لم يتم استغلالها بشكل جيد، وكانت واحدة من أبرز الفرص. تعود الكرة إلى الوراء، عبد القادر قادي، حبور، كوليبالي، حمداني، هشام العروي، تتوغل، أنشط لاعب، أنشط لاعب. وإن غاب عن صفوف فريق سريع واتزم واحد من أبرز اللاعبين عصام البودالي، الموقوف مباراة الوداد اللي كان تصر فيها فريق الوداد البيضاوي على فريق سريع واتزم بثلاثية نظيفة، وكان تدخل شيئا ما من طرف عصام البودالي، شيئا ما خشن في حق اللاعب بديع أوك اللي عنده إصابة الآن، وكان اعتذر عصام البودالي وهو ابن فريق الوداد البيضاوي، كان اعتذر وقام باعتذار. وهذه محاولة لفريق الفتح،
تدخل ممتاز اللاعب يوسف أشوية. كنعتذر اللاعب عصام البولالي الذي سيغيب عن الفريق. كان تدخل صراحة خشن في حق اللاعب بديع أوك. الوداد يأتي على الأخضر واليابس. الوداد يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق لقب البطولة الوطنية. وممكن يحسم اللقب قبل نهاية الموسم الكروي. أقول ممكن وهذه محاولة الفريق سريع وتزم. تتوغل عبدو تركل الدفاع. العمليات لا تتم بشكل سلس بشكل جميل. أيوب سكومة الباسل أنس باش مدي سكومة توقف كرة بطريقة جيدة المدي باسل تمرر بدون عنوان. حتى العياء أصبح يظهر على بعض لاعبي فريق الفتح. هل هي أرضية الملعب؟ على العموم فريق سريع واتزم دائما متقدم بهدف مقابل لا شيء. نتيجة مهمة الفريق سريع واتزم على بعد 8 دقائق من نهاية هذا اللقاء. كنا نتمناه أن يكون فيه إثارة، فيه تشويق، فيه متعة، متعة العين. هي مباراة سد وجل المباريات ستصبح مباريات سد. حكم يعلن عن خطأ ضد عبد الله ديارة الذي لم يظهر بوجهه حقيقي. عنده إمكانات هذا اللاعب هذا اليوم. يمكن رجع باش يساعد الفريق ديالو ويستعد الآن عبد الله ديارة لمغادرة الملعب. ما كانش في نهارو عبد الله ديارة صراحة. هذا هدف ديال الهدف الوحيد في هذا النزال بواسطة اللاعب الإيبواري ساليف كوليبالي من نقطة الجزاء. محمد عقيد دفاع مرصوص لفريق يوسفية برشيد. أوه هذه واحدة من المحاولات ولكن ممتاز اللاعب يوسف أشوية. كان في نهاره اليوم سواء في المشهد الأول أو في المشهد الثاني. لاعب يصعد يساعد الدفاع يساعد خط الهجوم. يمكن نقول عليه أنه لاعب العصر، لاعب الكرة الحديثة. ركنية لفريق أو زاوية لفريق الفتح الرياضي. هل تحمل معها الجديد؟ هل تحمل التعادل؟ أوه كان ارتقاء جيد لمحمد السعيدي ولكن اصطدم بالحارس محمد عقيد. هذه الإعادة كان ارتقاء جيد محمد السعيدي. هل هناك ضربة خطأ؟ كان ارتقاء جيد للاعب محمد السعيدي، لاعب بتجربة كبيرة، لاعب عنده مواصفات جيدة. عاينته عندما كان لاعبا لفريق شباب الريف الحسيمي. لاعب هادئ بدم بارد، دم الأنجليزي. ولا زال أنصار فريق سريع واتزم وراء فريقهم هو محقق الآن يحقق نتيجة إيجابية. أن تنتصر بهدفين بثلاثة وبعشرة، المهم 3 نقاط. يا سادة 3 نقاط في مباريات ست تعني الشيء الكثير، تعني الشيء الكثير.
ولا زالت تنتظر فريق سريع وطزم الذي تعاقد بالأمس مع الإطار الوطني الخلوق، اللاعب الهادئ، كان لاعبا هادئا بالوداد، بنى الفترة الذهبية وكل فترات الوداد ذهبية، والآن هو مدرب لفريق سريع وطزم حتى نهاية الموسم، وتعاقد المكتب خروج ممتاز للحارس محمد عقيل، لقطة جميلة. استماتة من مدافعي وحارس مرمى فريق سريع وطزم للدودي عن هذا الهدف المحقق الوحيد والذي يعني الشيء الكثير. قلت أن تنتصر بهدف، بهدفين، بثلاثة، بأربعة، وانتصر حتى بعشرة، ثلاث نقاط هي الأهم. المباريات تربح الآن ولا تلعب، لأنها مباريات سد، والكل يبحث. مجموعة من الأندية تعاني ما تعاني في أسفل الترتيب، ومحاولة الفريق الفتح الرياضي، ضربة خطأ بالفعل، هناك ضربة خطأ بدأت بسرعة سرعة في التنفيذ، الأمر يتحول إلى كونتراتاك، تتلعب بسرعة، هناك أخطاء كثيرة في التمرير، ما كاينش أورجو، ولكن الحكم يعلن عن تسلل. كان تسلل واضح للاعبي فريق الفتح الرياضي. المباراة تسير نحو نهايتها، الدقيقة 87. الآن اللاعبين ديال سريع وطزم سيتثقلون في اللعب ربحا للوقت، مسألة طبيعية، ولكن أنتظر ردة فعل فريق الفتح الرياضي، هو اللي منهزم، وحتى رتبة الفتح هي غير مطمئنة صراحة. إذا كان فريق سريع وطزم يريد الخروج من جحور المراكز السفلى إن صح التعبير، ومن براثين الصفوف الأخيرة، فهو الشيء كذلك بالنسبة لفريق الفتح الرياضي. لكن أي ردة فعل فريق الفتح؟ لم أعاين ردة فعل، وهذه كرة حكم لم يعلن عن شيء. الحارس المهدي بن عبيد سيبعد الكرة. أنا كنت أنتظر من فريق الفتح خلال هذه الجولة اندفاع بدني واندفاع نحو مرمى الحارس محمد عقيد. الكرة الثابتة لطالما كانت تحمل بين طياتها الخطورة، وخصوصا عندما أذكر الكرة الثابتة يتبادر إلى ذهني الدوري الأنجليزي الممتاز. كرة ثابتة نصف ضربة جزاء، هشام العروي أن ينسل، تدخل المدافع ممتاز أنس باش، واحد من اللاعبين الموهوبين. هذا من إمضاء مدرسة اتحاد الفتح الرياضي أو أكاديمية اتحاد الفتح الرياضي لكرة القدم، التي ستفرخ ما شاء الله مجموعة من اللاعبين. أصبح الفتح يعتمد على أبناء المدرسة، حتى تعاقدات الفتح لم تكن كبيرة سواء الصيفية أو الشتوية، عدا استقدام جمال أيت الدر. كرة المهدي البسل، هذه محاولة، غادي يسدد، ولكن اكيد هل هناك ضربة خطا؟ بالفعل بيونافو حكم يقول لهذا المدافع العملاق، ما شاء الله. مون ديزير بلي اللاعب الايفواري طويل القامة، ما شاء الله. كرة فتحية، ضربة رأسية، ما كاينش محاولات أحرجت حارس فريق
الفتح ولا حارس فريق سريع واتساب. محاولة لأصحاب الأرض والجمهور ولكن في التماس. كثرة التمريرات الخاطئة من الطرفين ومنذ انطلاق المباراة. هذا ضربة جزاء لم نعاين شيء. يمكن نقول على أنه محمد عقيد حارس عرين سريع واتساب والمهدي بن عبيد حارس عرين اتحاد الفتح كان في راحة. ما كانت شي محاولات قوية امتحن من خلالها حارسي المرميين معا. هذه كرة فتحية أيوب سكومة غادي يمرر أخذ ورد تدخل الدفاع اعتماد على الكونتر اتاك. ولكن هناك اللاعب حمزة السمومي تمرر في المعترك خروج ممتاز للحارس محمد عقيد. هشام العروي هشام العروي هشام العروي غادي ينسل عمره خوية ممتاز 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 عنده تقنية رائعة. لقطة جميلة لقطة جميلة امتي بون يتتقلون في اللعب يضيعون الوقت ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع. الفرق منتصر سليف كوليبالي مونديزيربلي الإيفواريين في صفوف فريق سريع واتزم. كرة تعود حبور عبد القادر قادي حمداني عبد القادر قادي أخذ ورد بين لاعبي فريق سريع واتزم. ضاعت الكرة لصالح فريق الفتح الرياضي. تمريرات خطيرة بالجملة 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 في هذه المباراة هذه لا من لاعبي فريق الفتح ولا من لاعبي فريق سريع واتزم. هذا مرتد. إذن المباراة تسير نحو نهايتها ما هي إلا ثواني معدودات ويعلن حكم هذا النزال السيد توفيق قرار من عصبة السوس عن نهاية المباراة. هشام العروي تمر بطريقة جميلة ولكن فت الحارس المهدي بن عبيد. كرة فتحية الفتح لم يظهر بمستوى خصوصا في الشوط الثاني. كنا ننتظر استقادة واستفاقة هذا الفريق ولكن الأهم حق فريق سريع واتزم. ثلاث نقاط مهمة قلت أن ينتصر الفريق بهدف بهدفين بثلاثة بعشرة بعشرين هدف. المهم هو ثلاث نقاط وفرحة مستحقة.